خلينا فضل ما انا والنبي عشان خاطري عشان ما ناخدهاش في حته. انا لا جاي هاجم ولا جاي ادافع، انا جاي بقول لك بسلسل الاحداث عشان اوصلك لنتيجه. كلنا اولاد ناس، بس انا بتكلم على ده انه ابن ناس متربي وانه راجل والده مستشار وانه هو خريج تجاره انجليش ولا حقوق انجليش. اذا كان الكل ينظر اليه منظور لعيب مثقف وكادر محتمل، ولهذا بمجرد ما بطل تلقفوا النادي الاهلي في خطوه مبكره جدا لم ينالها اي لاعب بعد ما بطل في النادي الاهلي، انه اتعين مدير اداره التعاقدات وابتدت تتعمل له اداره، وهو في اول ازمه وفي اول اختبار بين المسؤوليه وما يريده. ما هو انا مش كل حاجه انا عايزها هتحصل، بس انا اتعامل في الازمات ازاي؟ المسؤول هنا مجال احتكاكه انك انت تقيمه في لحظه المسؤوليه. حصل مشكله كبيره جدا وكانت في لحظه في منتهى الخطوره على النادي الاهلي، موسم الانتقالات الشتوي اللي كان الكابتن فضل عنده كل الملفات بتاعته وابتدى خطوات كبيره، والشهاده لله ان الراجل رغم ان هو قال انا ماشي وابدا اظهر غضبه بطريقه انا قلت له دي مش مظبوطه، الا انه برضه تعاون لحد ما خلصت المناسبه. بعد كده حصل ايه؟ اختطف او ابتدى الكابتن فضل يتاخد في اطار الاداره بتاعه المنتخبات في تنظيم البطوله بتاعه البطوله الاولمبيه التصفيات. كادر بيتجهز حلو قوي كلنا فرحنا بيه. مش هتكلم على بعض الحاجات الرفيعه لان ما تخصنيش، لكن اذا خطوه كابتن فضل اتنقل من النادي الاهلي، حصل مشكله ربما يكون اتعلم منها، راح في سياق الاتحاد وبعدين جاء في اللجنه الخماسيه. تخيل لعيب في اقل من سنه بيتقلد كل هذه المناصب وبيبقى مسؤول عن الكره المصريه، واحد من خمسه مسؤولين عن الكره المصريه، وداخل الاتحاد كان هو الاكثر تردد، يعني اسمه بيتردد هو الجنايني، وكان الاتحاد يعني نتيجه انه عنده خبرات وعنده والراجل بيشيل مسؤوليات وكلنا. لكن الازمات المتتاليه التي تتعامل معاها كابتن فضل، كابتن فضل عنده مشكله. نصيحتي له كاخ اكبر ازعم ان انا يعني متوسم فيه وبحبه، لكن في كل الاحوال بقول له انت الاتيتيود بتاعك كان بيشتكي منك مدير الشؤون القانونيه في النادي الاهلي او مستشار الشؤون القانونيه انك انت لما بتتعامل معاه بتتعامل بحده بحده اجريسيف شويه لازم يسيطر على دي، لان دي بتتعارض كومبليتلي مع نجاحك كمسؤول تستمر وتتطور وتلمع. فالكابتن فاضل في الحته دي ربما لو ما كان كبح جماح نفسه كان طلع كسبان جدا جدا. لكن طيب كهربا خلي بالك، ايوه انت في الواقعه دي مش انت البادي بالاعتداء مؤكد ودي هتبان، لكن مش ضروري انك انت يعني تتصرف لوحدك في السياق كده. خلي بالك لان الناس عرفت انك عصبي، واللي عايز يصطادك هيصطادك من المنظور ده، هيتربص بيك وهيغلطك، وفي ناس بدات تتربص بكهربا عشان تغلطه. خلي بالك